تقدير للتراث هي رباعات الخيام كان إصدار تم العمل عليه من سنة 2001 لسنة 2008 وأصدر في إصدار سنة 2008 وهذا مقطع من وصلة منه وصلة في البياتي وأنفسنا
فأطلق صراح النفس من قيد العقول. سر الحياة لو أنه يبدو لنا لبدا لنا سر الممات المبام. سر الحياة لو أنه يبدو لنا سر الحياة لو أنه يبدو لنا لبدا لنا سر الممات المبهم. لم تعلم أن وأنت حي سرها لم تعلم أن وأنت حي سرها. فغدا إذا مت ماذا تعلم؟ إني وإن ذقت الغرام وقل لي من مبهم الأسرار ما لا يفهم فاليوم حين فتحت عين بصيرتي فاليوم حين فتحت عين بصيرتي أصبحت أعلم أنني لم أعلم. فالصباح قد انجلى أترى كؤوسك فالصباح قد انجلى نارا حلا يغدو العقيق حسودا. أترى كؤوسك فالصباح قد انجلى وهلم بالعودين واكتمل الهنا وهلم بالعودين واكتمل الهنا وقع على عود وأحرق عود. Thank you.
كوفمان عارف من نفس الفداء لكل كوفمان عارف إن أهوي على قدميه غير مبالي أهوي على قدميه غير مبالي أتريد معرفة الجحيم بكلها أتريد معرفة الجحيم بكلها إن الجحيم لصحبة الجهال إن الجحيم لصحبة الجهال نفس الفداء لكل كوفمان عارف على قدمي غير مبالي أتريد معرفة الجحيم بكلها إن الجحيم لصحبة الجهال ألا إن من زانوا الوجود بخلقهم أتوا وتولوا ثم يأتون من بعد فكم في السماء والأرض فكم في السماء والأرض خلق وأنفس تجيء لهذا الكون ما بقي الفرد نفس الفداء لكل كفن عارف أهوي على قدمي غير مبالي أتريد معرفة الجحيم بكلها إن الجحيم لصحبة الجهال إن الجحيم لصحبة الجهال إن الجحيم لصحبة الجهال